الله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة. الحمد لله الذي أنهى بالموت آمال القياصرة فنقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة النفود ومن ملاعبة الجواري والنساء والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرد في الوحل والتراب. سبحان الحي الذي لا يموت، أحمده وأستعينه وأستغفره حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صاحب الملك والملكوت، صاحب العزة والجبروت، الذي كتب الفناء على جميع خلقه، وهو الحي الباقي الذي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فنام على فراش الموت مشاربا لكأس، متجرعا لمرارة هذا الكأس وشدته، حتى قدمت له سيدتنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها جفنة فيها ماء أو قدحا فيه ماء أو ركوة بها ماء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده بداخل هذه الركوة فيبلل يديه بالماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور، وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، بأبي أنت وأمي، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لما سمعناه ولما رأيناه لمحزونون لمحزونون. في الجمعة الماضية في هذا المسجد كان يجلس في هذا المكان أحد أحبابنا وأحد إخواننا في الله جل وعلا، ها هنا في هذا المكان ما زلت أذكر مجلسه وما زلت أنظر وجهه البشوش النبور، وجهه البشوش الطيب، وهو ينظر إلي في اللقاء الماضي وأنا في هذا المكان، ينظر وقد تمزق قلبه، ينظر وقد تقطعت أحشاؤه، ينظر والله وهو يبكي في اللقاء الماضي من خشية الله جل وعلا، ها هو في هذا المكان، ما زلت أذكر وجهه، أشهد له بحسن الخلق، أشهد له بحسن الخلق، أشهد له بالتزامه الإسلامي وبكلامه الطيب النقي، وها هو اليوم قد اعتاد أن يصلي معنا في هذا المكان، وأن يأتينا من بريدة إلى هذا المكان في كل جمعة، ولكنه في هذا اليوم جلس معنا في الجمعة الماضية، وهو لا يعلم أنه في هذه الجمعة لم يكون مع الأحياء ولم يكون على ظهر الأرض، وإنما سيكون بين أطباق التراب بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. في يوم الثلاثاء الماضي خرج هذا الأخ الحبيب مع أسرته
أسرته الكبيرة التي تتكون من 8 أفراد وركب سيارته متجها ليقضي أجازته السنوية مع أحبابه لإخوانه في مصر، ولكنه كان لا يدري وكان لا يعلم أن الله جل جلاله قد أمر ملك الموت أن ينتظره في حائل على هذا الطريق. وخرج هذا الأخ بعدما صلى المغرب في مسجد الهزاع وودع إخوانه وداعا إسلاميا، من لم ينهالت وصاياه لإخوانه انهالت وصاياه لإخوانه، وكأنه كان يحس أنه لم يراهم بعد اليوم. وبعد هذا اللقاء وركب سيارته وفي مدينة حائل كان ملك الموت ينتظره هناك. نعم أيها الأحباب، انتهى الأجل واقتربت ساعة الصفر، وقدر الله أمرا كان مفرونا لا يعلمون، ولكن الله جل جلاله هو الذي يعلم ما الوقت الذي ستخرج فيه الروح، بل والمكان الذي سيلقى العبد فيه ربه جل جلاله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم أيها الأحباب، وعلى الطريق ليقضي الله أمرا كان مفعولا تصطدم سيارته بسيارة أخرى ليقضي الله جل وعلا أمرا كان مفعولا، ليلقى الله جل جلاله هو وزوجته وابنه الأكبر وابنتان صغيرتان 5 أفراد. أيها الأحباب، يلقون الله جل جلاله بين غمضة عين وانتباهتها، ويموت أفراد السيارة الأخرى عن بكرة أبيهم أيضا. لا إله إلا الله، إنه هادم اللذات، إنه هادم اللذات، إنه مفرق الجماعات، إنه ميتم الأطفال، إنه الموت، إنه الموت، إنه الموت. ركب سيارته وعاد إلى بلده وكله آمال، وله طموحات وله أحلام. جلس في سيارته يفكر فيما بعد الغد، جلس في سيارته يبني ويخطط، ولكنه لا يعلم أن الأجل قد انتهى، وأن العمر قد اقترب، وأن ساعة الصفر قد دقت، وأن الله جل جلاله قد قضى أمره، قد قضى أمره، وقد تم أمر الله جل جلاله. وعاد بعض أولاده بدون أبيهم وبدون أمهم. لا إله إلا الله، عادوا بدون أبيهم وبدون أمهم وبدون إخوانهم، عادوا معهم الله جل جلاله. عادت فتاته الكبرى التي سعدوا وفرحوا بنجاحها في الثانوية العامة منذ 3 أيام. لا إله إلا الله، أيها المسلم، يا من بنيت الآمال ويا من وضعت الأحلام فوق الأحلام، يا من نسيت الموت وسكرته، يا من نسيت الموت، هل فكرت في هذا؟ هل فكرت في الموت وسكرته؟ هل فكرت في القبر وظلمته؟ هل فكرت في القبر وظلمته؟ هل فكرت في الصراط وسلته؟ هل فكرت في العذاب وجحيمه والعياذ بالله؟ هل فكرت في الجنة ونعيمها؟ يا عبد الله، يا من عشت في هذه الدنيا ونسيت الموت، يا من بارست الله في المعصية، يا من عاندت شرع الله، ويا من عاندت شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسيت يوما ستخرج فيه من هذه الدنيا لا مال لك ولا شرف لك ولا سلطان لك ولا أحد معك. يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهلك ويرجع مالك ولا يبقى معك إلا عملك. هل فكرت يا مسكين في هذه الأهوال وفي هذه الظلمات؟
في هذه الحقيقة الكبرى، إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين، إنها الحقيقة التي يسقط عندها عناد الملحدين، إنها الحقيقة التي يسقط عندها طغيان البغاة المتألهين، إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون، إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه ما بقى إلا لله الحي الذي لا يموت، لا بقى إلا للحي الذي لا يموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرقيه، من الذي يبذل له الرقية وقد نام على فراش الموت، والتف الأطباء من حوله ووقف أساتذة الطب عند رأسه لأنه هو من هو، هو صاحب الجاه وصاحب المنصب وصاحب الأموال وصاحب الدولارات وصاحب الوزارات، وقف الأطباء من حوله يبذل له الرقية ويقدم له العلاج، لماذا؟ ليحول بينه وبين هذه الحقيقة، أو على أقل تقدير ليؤخره، عنه الموت وليمنعه عنه الموت. ولكن قضى الله جل وعلا أمرا كان مفعولا، فينظر إلى أهله وإلى أحبابه وقد اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتشعث جلده وبدأ يحس بزمارير قارس يزحف إلى آلام اليدين وقدميه، ويحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس أن الشفح كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله جل وعلا عليه الموت وسكراته وكرباته. وفي صحوات الموت بين السكرات والكربات، والموت سكراته مؤلمة وكرباته مفزعة، بين السكرات والكربات ينظر فارى الغرفة التي هو فيها تارة تسير فضاء وحشا وتارة تضيق كأنها خرم إبرة، وينظر فارى الناس من حوله مرة يقتربون ومرة يبتعدون، فينظر إليهم إلى ما صحى بين السكرات والكربات نظرة استعطاف، نظرة رجاء، نظرة رحمة، وهو يقول بلسان الحال بل بلسان المقام: يا أحبابي يا أولادي لا تتركوني لحدي ولا تفردوني في لحدي، فادوني بأموالي فادوني بأعماركم، من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ وهنا يعلو صوت الحق: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ومن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك المنتهى، إلى ربك المرجع. وقيل من راق، من يرقيه، أو من الذي سيرقى بروحه إلى السماء؟ نعم، انتهى الأجل، فلولا إذا بلغت الحلقان وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، لا تسمحوا للروح أن تخرج، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فرمح وريحان،
وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك يا الله سبحانك يا الله يا من ظللت بالموت رقاب الجبابرة وألغيت بالموت آمال القاصرة ونقلتهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة النحود ومن ملاعبة النساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان. ألا من يتبع الفهم إلى كم يا أخي الوهم تعد الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجنب. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في مسحي ريب. أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنفض إلى اللهو. كأن الموت ما عن كأن الموت ما عن كأني بك تنحط إلى النحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويلسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من وجهة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض وتحيد إلى الأمان إذا أحسست بالهلاك خوفا من الموت. ولكن كل باك فسيبكى كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى من علا فالله أعلى. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. يا نفس قد أزف الرحيل يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل. فتأهبي فتأهبي يا نفس لا ينعد بك الأمل الطويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من السرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والسرى أنسيت لقاء الله واللحد والسرى. ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى
تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيها الأحباب، أيها المسلمون، أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذا أمر رسول الله، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجه ورواه النسائي ورواه الترمذي وهو حديث حسن، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اكثروا من ذكر هازم اللذات، وفي رواية بالدال بدل الزال، اكثروا من ذكر هازم اللذات التي يهدمها ويحطمها ويدمرها. قال وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. وانفتنا لقاء رب الارض والسماوات الا من رحم الله جل وعلا، الا من رحم الله جل وعلا. اعلم بان دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت حتى ولو كنت وزيرا او اميرا او ملكا او حاكما، دنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. والدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ونام على فراش الموت، وتألم للموت، واشتدت به الحمى قبل الموت، ودخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، وهو يقول للرسول: يا رسول الله، والله إني لأراك توعك وعكا شديدا. فرد عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: أجل يا عبد الله، أجل يا عبد الله، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ولما رأت الصديقة رضي الله عنها سكرات الموت على رسول الله في صدرها بين سحرها ونحرها، قالت: والله، والله لا أغبط أحدا بعد ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والله لا أكره شدة الموت لأحد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله، خليل الله، ينام على فراش الموت ويتجرع كأس الموت، لأنه حق كتبه الله على جميع خلقه، ولم يبقى إلا الله جل جلاله جل جلاله جل جلاله. ولما نام الصديق على فراش الموت، دخلت عليه الصديقة، دخلت عليه عائشة رضي الله عنها، وهي تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصبر. ما يغني الثراء عن الفتى، أين الأموال وهو على فراش الموت؟ أين الأموال؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين الجنود المدششة بالسلاح من حوله وفي كل مكان؟ لا أحد. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا هارون الرشيد كيف يشد الموت؟ قال لهم: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. هارون الذي كان يخرج ينظر إلى السحابة في كدد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأنطري، فسوف يأتيني خراجك إن شاء الله. لما نام على فراش الموت قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، الذي سأركن فيه. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر هارون إلى القبر وبكى،
ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ثم قال: ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ذهب المال وضاع السلطان. فعائشة رضي الله عنها تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصبر. فكشف الصديق الغطاء عن وجهه بعدما سمع إلى هذا الكلام ونظر إلى ابنته وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر وهو على فراش الموت. فقال لها: لا يا ابنتي لا تقولي هذا، وإنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أيها الأحبة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حديث عائشة رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال: كلا يا عائشة، أي ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أيها الأحبة، أكثروا من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات وميتم الأطفال ومشتت الأحباب، أكثروا من ذكر الموت. اذكروا هذه الحقيقة التي تقربنا من الله جل وعلا وتعلمنا حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال وإلى فناء، وأن الذي سابق لنا وأن الذي سيدخل معنا قبورنا هو توحيدنا لله وطاعتنا لله وبعدنا عن معصية الله هو عملنا الصالح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل من تائب إلى الله؟ هل من عائد إلى الله؟ هل من مدكر؟ من منا سيعاهد الله الآن أن يجدد التوبة وأن يجدد الأوبة وأن يعود إلى الله جل وعلا مستغفرا باكيا متذللا بين يدي الله؟ هيا أيها المسلم، هيا أيتها المسلمة، لأن أقرب غائب ننتظره هو الموت، والموت لا يترك شيخا ولا شابا ولا رجلا ولا طفلا ولا امرأة ولا فتاة، وإنما أقرب غائب ننتظره هو الموت. فهيا أيها الحبيب، لا تعاند الله ولا تعاند شرع رسول الله ولا تتبع هواك ولا تصادق الشيطان، وإنما تعال وعد إلى الرحيم
الرحمن، ولا تيأس ولا تقنط، وإياك أن يخذلك الشيطان وأن يوقفك على طريق مسدود بينه وبين التوبة ويقول لك لماذا تريد أن تتوب وأنت الذي فعلت كذا وعملت كذا. لا، عد إلى الله وارجع إليه واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك وسيفرح بعودتك وسيفرح بعودتك. لله أشد فرحا بتوبة عبده من على راحلته من أحدكم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته في أرض فناة. رجل معه الراحلة عليها الطعام والشراب في صحراء، فانفلتت راحلته فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته واستسلم للموت. فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فأراد أن يعبر عن شكره لله وأراد أن يحمد الله على ذلك، فقال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، فالله يفرح بتوبتك وعودتك وعودتك أكثر من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه مرة أخرى. وفي حديث الترمذي الذي رواه بسند حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم بقول الإمام علي رضي الله عنه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لأخينا وحبيبنا في الله ولأسرته الكريمة، أدعو لهم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أفسح لهم في قبورهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روحا وريحانا، اللهم اجعل قبورهم روحا وريحانا، اللهم اجعل قبورهم روحا وريحانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين.
اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة، اللهم انقلهم من مرافع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم كن معنا إذا ورينا التراب وانفض عنا الأهل والأحباب وانقطعت من الأسباب برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم لا ترى لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أرنا في الصرب النصارى يوما كيوم عاد وثمود، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم زلزل عروشهم، اللهم مسك قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت صفهم وكل من عاونهم يا رب العالمين، اللهم كل المسلمين الضعفاء، اللهم كل المسلمين الحفاة، اللهم كل المسلمين العراة، اللهم كل المسلمين الجياع، اللهم كل المسلمين الضعفاء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بالناس فتنة فاقبض مائك غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم.